السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. أولا رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. إذا كتفرجوا بالنهار تقبل الله صيامكم، كتفرجوا بالليل بصحة فطوركم. اليوم جيتكم بقصة، قصة غريبة من أمرها، وهو شخص كيعيش في مطار 18 سنة. خليكم معنا نشوفوا شكون هو هذا الشخص. القصة ديالنا اليوم هي مع هذا الشخص اللي هو إيراني الجنسية، اللي الاسم ديالو مهران كريمي ناصيري. هذا الشخص اللي علق باريس شارلودوغ عاش تماك 18 سنة، يعني عاش 18 سنة بالفعل، عاش 18 سنة بماكلتها بشرابها بنعاسها بتحمامها بأي حاجة ديالها في صلاة من صلاه المطار. مهران عاش مطار شارلودوغ يعني من سنة 1988 إلى سنة 2006، والقصة ديالو كتبدأ بأنه في 30 من عمره كان مشى كمل دراسته في إنجلترا، وتأثر بالثقافة الإنجليزية ولا بالمعيشة الإنجليزية، بدأت يتدخل في السياسة. يعني وقتها كان كيتكلم على شاه إيران، الحاكم اللي كان وقتها في إيران، من بعد كتسحب منه الجنسية الإيرانية. المهم بقى في انجلترا وبدات يطلب اللجوء السياسي يعني عده سنوات، الى حتى سنه 1981 وكتقبل منه اللجوء بلجيكا. لمده 7 سنوات هو عايش في بلجيكا من سنه 1981 الى حتى لغايه سنه 1988. سير مهران يعني كان بلجيكا ولكن ما كانش عاجبه العيشه تماك، كان طامع يعني في حاجه اكثر، وحتى بلجيكا يعني عطاتو غير اوراق اللجوء، غير اقامه اللجوء، ما عطاتوش الجنسيه البلجيكيه، فلهذا يعني كان حير في امره وما عجبهش العيشه في بلجيكا. المهم على حسب ما تيقول مهران بان الام ديالو قبل ما تموت اتصلت به وقالت له انا ماشي هي امك الحقيقيه، امك الحقيقيه ممرضه اسكتلنديه وداتك مع باك يعني عن طريقه غير شرعيه، وانا راه ماشي امك، يعني الام ديالو اسكتلنديه طلعت على حسب ادعاءاته. ولكن هذا الادعاء يعني ما عندوش دليل عليه، المصدر الوحيد ديالو هو نفسه مهران، هو اللي تيقول هاد الهضره بان الام ديالو اسكتلنديه ماشي الإيرانية. ويعني في هذه الحالة منين الأم ديالو اسكتلندية يعني عنده الحق باش ياخذ الجنسية الإنجليزية، لأن اسكتلندا يعني تحت الحكم الإنجليزي، وأي مولود من أم إنجليزية ولا اسكتلندية يعني تيحق له الحق في الجنسية الإنجليزية. هذا هو اللي كان طامع فيه السيد مهران. كيف قلت لكم يعني هو كان درس في أنجلترا، وكيف قلت في الاول يعني تاثر بالثقافه والعادات الانجليزيه، يعني بغى يخلع الثوب الوطنيه ديالو. يعني هنا صاحبنا منين عنده حق باش يطلب الجنسيه الانجليزيه، هنا غتبدا القصه ديالنا حول 18 سنه اللي جلس في هذا المطار. يعني هو في بلجيكا وباش غيمشي لانجلترا يعني خاصو طياره. اش غادي يدير؟ هو ما عندوش الجواز، يعني عنده غير اوراق اللجوء من بلجيكا. المهم قبض القطار من بلجيكا لباريس، يعني يمكن له داك الساعه يركب في القطار بالاوراق اللي عنده، ولكن المشكله فين كاينه؟ هو استطاع باش يسافر لانجلترا بلا جواز سفر، وحتى هذوك اوراق اللجوء اللي عطاته بلجيكا يعني ما بقاوش عنده، تلفهم وقال ضاعوا لي في المطار في باريس. والقضيه ديال كي دار طلع في الطياره يعني بلا جواز، هذه القضيه لحد الساعه بقات يعني محيره في التحقيق ديال هذه القضيه. وهو من بعد مشى من بلجيكا يعني لباريس بالتران، مشى للمطار شارلودوغ واستقل الطياره يعني من رحله من رحلات دوليه. هذا هو الامر الغريب، كي دار وصل يعني كي دار طلع في داك الطياره، كي شكون اللي طلعه ولا يعني بقات هذه القضيه مخبعه لحد الساعه. المهم ملي وصل يعني ملي وصل لمطار لندن، هناك البوليس بغاو يحماقوا، هذا السيد جاي
بلا باسبور وبلا فيزا ومن الفوق يعني حتى الورق اوراق اللجوء اللي عطاته بلجيكا حتى هما ما عندوش. ما يمكنش في هذه الحاله باش انجلترا تدخل البلاد ديالها هو ما عنده حتى يعني ورقه ديال ثبوت الهويه، ما عنده حتى ورقه. اش غيديروا؟ تسناو الرحله اللي غترجع لباريس وردوه مع الطياره اللي رجع لباريس، ما خلاوش في الانجليزي يعني ردوه داك الساعه لفرنسا. المهم لما رجع لفرنسا يعني حتى السلطات الفرنسيه ما قدرت دير معاه حتى شي حاجه، ما قدرت تردو لبلجيكا، ما قدرت تردو للانجليز، ما قدرت تخليه في فرنسا. وحتى وفي هذه الحالات يعني الانسان ملي تيحصل هكا تيترد للموطن الاصلي ديالو، ولكن الموطن الاصلي ديالو اللي هو ايران ساحب منه الجنسيه. وهنا بقى صاحبنا يعني عالق، اش غيديروا؟ حبسوه شي ايامات، ولكن من بعد ما لقاو حبسوه يعني بلا جدوى، محبوس ما عندوش شي تهمه اللي واضحه. هي هذيك تيخرج هنا فين تيجلس في احد صالات يعني ديال المطار، جلس تما كاينه فوق هذا الكرسي الاحمر لمده 18 سنه. في الاول يعني قال راه غير شي ايامات يعني وغادي تحل مشكلته، ما غاديش يجلس هذا الوقت كامل، ولكن القضيه بدات تتعقد نهار على نهار. غادي نتسائلوا كيفاش هو 18 عام يعني حتى شي دوله ما لقات تسهل معاه، ولا المشكل ماشي هو عند بغاو يتسهلوا مع بعض الدول، ولكن المشكل كاين عند مهران. المهم نشوفوا كيف دوز يعني هاد السنوات في المطار. الوقت ديالو يعني كان تيدوز يا في القراءه ولا في الكتابه، يعني كيكتب المذكرات ديالو اللي كيدوز كل يوم تما كاينه، يعني اي حاجه تيقضيها تما كاينه. عنده الحمام الصالون راه جالس فيه، تينعس تما كاينه فوق داك الكرسي الاحمر حوايج وحده، وكتب كتاب على العيشه ديالو في المطار والتجارب اللي دازت عليه تما كاينه. وهذا الكتاب راه رد له يعني عائدات ما بهاش. وفوق هذا الشيء كيتصاوب فيلم عليه يعني مع الممثل توم هانكس ذا تيرمينال. هذا الفيلم ما كانش مقتبس من القصه ديال الحياه ديالو، ولكن يعني المحتوى ولا المضمون كان بحال القصه ديال مهران، وهذا الفيلم غادي يرجع عليه بالخير. يعني انت هذا الفيلم تيحكي قصه واحد تيعلق في المطار لمده طويله، والشركه اللي صوبت الفيلم دريم وورد قررت باش تاخذ حقوق الطبع من عند السيد مهران الايراني اللي عالق في المطار، واللي كان كتب الكتاب كيف قلنا ذا تيرمينال على القصه ديالو اللي مدوز في المطار. كانت مازال ما كملت 18 عام، ولكن تبارك الله. يعني كيف قلت حتى الشركه دريم وورد اللي نجات الفيلم ديال توم هانكس باش تجنب اي يعني اي صداع ولا اي حقوق طبع حاولت تعوض مهران مبلغ كيقدر 250,000 دولار. يعني شوف هاد العكاس اللي وقع معاه بدا يرجع عليه بالخير، ولكن صاحبنا مع هاد الشيء كامل مازال غادي يعلق في المطار. يعني كان ما كانش عنده مشاكل باش كيعيش لان تبارك الله كيف قلنا، ولكن المشكله هو بانه كان عايش ما عندوش شي ثبوت الهويه ديالو ولا شي اوراق اللي يقدر يخرج بها، والمشكل كيف قلت كان فيه هو. غادي نشوفوا شمن المشكل اللي كان فيه هو. خليكم ديما معنا، ما تنساوناش بواحد اللايك ونرجعوا للقصه. يعني حتى الاوراق اللجوء اللي عطاتو بلجيكا يقدر يجيب النسخه ديالهم، ولكن هو ما يقدرش يطلع من المطار باش يجيب داك الاوراق. والمشكله يعني كانت حتى عند بلجيكا، القانون ديال داك الاوراق اللي عطاوه الا طلع الشخص من دولة بلجيكا يعني بطيب خاطرو يعني داك الاوراق اللجوء كيتلغاو. يعني بدات تدوز الايام والسيد مهران عالق في المطار، والحكايه ديالو بدات كتنشر مع الناس ما بين الناس، الى يعني حتى بدات تجي عنده الصحافه، ولكن كانت عنده ديما تناقضات، وكان تيصر على بان الام ديالو اسكتلنديه يعني من حقه الجنسيه الانجليزيه، وهذا هو اللي كان تيطمح له السيد مهران دائما. ولكن المشكله كيف قلت اللي كانت عنده هو ما كانش يعترف بنفسه كايراني، هذه العقده اللي كانت عنده، ما تقولوش انت ايراني.
يعني ما كانش باغي يبقى ايراني بصفه نهائيه. هذا هو المشكل، كانت يعني هذه مشكله اخرى كانت عنده باش تعطلات حتى الاوراق ديال اللجوء ديالو، لان بالفعل بلجيكا قدرت تواصل معاه مره اخرى، ويعني عرضت عليه باش يعطيوه اوراق اللجوء مره اخرى وبلا ما يجي يوصلهم له يعني حتى للمطار، وبالفعل اتصلوا به ووصلت عنده الاوراق، ولكن بمجرد ما شاف بان الجنسيه ديالو الاصليه مكتوبه تماك ايراني ما وقعش على هاد الاوراق وما بغاش يعني داك اللجوء. المشكله ديالو هو يعني ما باغيش يكون ايراني، يعني في الاوراق اي اوراق اللي غتجيب له ما يكونش اصله ايراني، هذا هو المشكله ديال المهر. وحتى فرنسا يعني عرضت عليه اوراق اللجوء بفرنسا، ولكن المشكله يعني كانت يكون في الاوراق ديالو بانه جنسيته الاصليه ايراني، وهذا مشكله اخر يعني ما خلاش ما قدرش يوقع عاوتاني على الاوراق ديال اللجوء بفرنسا. وكيف قلت ديما كانت يعني في لقاءاته الصحفيه كيدعي بان الام ديالو اسكتلنديه، يعني كيف قلت لكم السيد مهران ما باغيش يتفك مع الجنسيه الانجليزيه، ومكثرت بالتعلق ديالو كيف قلت بالثقافه الانجليزيه يعني قلب سميتو ولا سميتو سير ألفريد، يعني قال لك هذا الاسم اسم مسيحي يعني اوروبي كيناسب الشخصيه ديالو لانه هو من ام اسكتلنديه، وهذه كلها مؤلفات من راسه حول الام اسكتلنديه، يعني ما كيف قلت ما عندوش اثبات بان الام ديالو اسكتلنديه، لا تصويره لا ورقه لا والو، ما كاينش اثبات. ويعني كنت شرط لقاءاته الصحفية ولا الناس اللي كيتكلموا معاه باش يخاطبوه بسير ألفريد، يعني ما تسميهش بمهران. ويعني هاد 18 سنة اللي جلس فيها تماك راه ما كانش يعني بسبب ما بغاوش يعطيوه الوراق، لا المشكل كان من عنده هو، يعني هو كانت عنده رغبات وشخصية ليه كيف قلت يعني كان باغي يحصل على الجنسيه الانجليزيه باي شكل ما. يعني كان ديما تيطمع بان المكان اللي جالس فيه هو يعني داك صاله المطار راه يقدر تلبالو اي طلب ديالو، ولكن المشكله كانت فيه هو، كان ديما يعني كيكون المشكل في الجنسيه الايرانيه، يعني راه ماشي نسمعوا 18 عام يعني راه خلاوه هكا، لا حتى هو كان داير مشكل يعني ما تيبغيش يمضي على شي ورقه. وكيف كنعرفوا مولدان الحقوق يعني ما غيبزوش عليك باش تمضي على هذيك الورقه، ويعني بداو تيلاحظوا حتى الناس بانه بدا تيدخل ويخرج في الهضره، حتى شي وحدين قالوا بانه راه دخل حاله الجنون، لان لاحظوا في احد اللقاءات الصحفيه كان قال بان امه سويديه باش ياخذ الجنسيه السويديه، ولا يدير شي ضجه، ولكن حتى شي واحد ما اهتم لهذا الخبر، وبقات كيف قلت الايام كدوز الى حتى غادي يجي اليوم اللي غادي يخرج منه من المطار، وهو في سنه 2006 كيطيح مريض، يعني في سنه 2006 كيمرض مرض شديد، وكيخرجوه داك الساعه كيديوه للمستشفى، وتما كاينه يعني بغى يرجع للمطار، جلس 6 شهور يعني في المستشفى وبغى يرجع للمطار، ولكن السلطات ما خلاتوش ومنحته الجنسيه الفرنسيه، وراه عايش دابا تما كاينه في فرنسا من سنه 2006. نطلبوا من الله تكون عجبتكم هذه القصه، وحتى الموضوع ولا القصه الجايه، استودعكم الله والسلام عليكم.